السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، موضوعنا اليوم النص الشعري ما أجمل أسناني. قبل قراءة النص سنقوم أولا بشرح العنوان والصورة. ما أجمل أسناني، هذه جملة تعجبية، أي أن الفتاة على الصورة تتعجب من مدى جمال أسنانها. فما سر هذا الجمال؟ نلاحظ الصورة جيدا، نرى أن الفتاة تحمل فرشاة أسنان بها معجون، أي أن الفتاة تحرص على تنظيف أسنانها. هذا هو سر الجمال. إذن هذا النص الشعري سيتحدث عن نظافة الأسنان وكيفية الحصول على أسنان جميلة، فلنتابع. ما أجمل أسناني، أسناني بيضاء اللون كاللؤلؤ تبدو للعين، بالفرشاة والسنون أنظفها كل حين، أحميها مما يؤذيني لأعيش قرير العين، وقايتها فعل إنساني نظافتها من الإيمان. أسناني بيضاء اللون كاللؤلؤ تبدو للعين. من خلال قراءة هذا النص سنمر لإنجاز الأنشطة على الكتاب. طلب منا البحث في النص عن أضداد الكلمات الآتية: سوداء. من خلال ما سمعناه، هل فتاة في النص أقالت أسنانها سوداء أم ماذا؟ نعرف سوداء هو لونها أسود، شيء لونه أسود. هل أسنان الفتاة سوداء؟ لا، الفتاة قالت أسناني بيضاء. إذن سنكتب أضداد الكلمات سوداء، ضدها نضع علامة ضد، ضدها بيضاء. جيد. الكلمة الموالية أوسخها، هل تقوم الفتاة في النص الشعري بتوسيخ أسنانها؟ لا، أخبرتنا أنها تقوم بتنظيفها. إذن ضد أوسخها هي أنظفها، نضع علامة الضد أيضا. أوسخها ضدها أنظفها. جيد. الكلمة الموالية هي إذايتها، أخبرتنا الفتاة أنها تقوم بحماية ووقاية أسنانها، فقالت وقايتها فعل إنساني، يعني ضد إذايتها أو إذايتها هي وقايتها. إذايتها ضدها وقايتها. أحسنتم. نمر للفقرة الموالية، فقرة أفهم. كيف أحافظ على أسناني؟ من خلال هذا النص الشعري بيّنت لنا الفتاة جيدا كيف نحافظ على نظافتي، كيف نحافظ على أسناننا، وذلك بتنظيفها بالفرشاة والسنون. فقالت بالفرشاة والسنون أنظفها كل حين. إذا سنكتب أحافظ على أسناني بتنظيفها بالفرشاة والسنون بانتظام، لا أنظفها مرات وأتركها مرات أخرى، بل أنظفها بانتظام. أحسنتم. السؤال الموالي: ما الأشياء التي تؤذي الأسنان؟ هذا السؤال جوابه في النشاط، في درس النشاط العلمي الذي رأيتموه سابقا. إذن الأشياء التي تؤذي الأسنان هي شرب الماء البارد بعد تناول طعام ساخن، كسر الأجسام الصلبة بالأسنان، إهمال نظافة الأسنان. هذه ثلاث أشياء تؤذي الأسنان. في فقرة أفكر طلب منا فيما أستعمل أسناني، في ماذا تستعملون أسنانكم؟
جيد، نستعمل أسناننا في مضغ الطعام. إذن سنكتب أستعمل أسناني في مضغ الطعام أو لمضغ الطعام. جيد. السؤال بعده، فيما أستعمل أضراسي؟ هنا أسناني بصفة عامة، جميع أسناني، أما هنا أضراسي فقط. تعرفون أن الأسنان ثلاث أنواع، وهي القواطع والأنياب والأضراس، ولكل نوع دور خاص به. فالأضراس تقوم بطحن الطعام. سنكتب أستعمل أضراسي في طحن الطعام. جيد. نمر لفقرة أتذوق، حيث طلب منا قراءة أو أقرأ البيت الذي يدل على بياض الأسنان. في النص الشعري لا نقول أسطر بل نقول أبيات، ومفردها بيت. في هذا النص الشعري لدينا بيتان ذكر فيهما بياض الأسنان، وهو البيت الأول والبيت الأخير، حيث أعادوا نفس البيت. قالت الفتاة: أسناني بيضاء اللون كاللؤلؤ تبدو للعين. ثم أعادت: أسناني بيضاء اللون كاللؤلؤ تبدو للعين. إذن سنقوم بكتابة هذا البيت في فقرة أتذوق: أسناني بيضاء اللون كاللؤلؤ تبدو للعين. جيد. آخر سؤال أو آخر فقرة هي فقرة أتذوق. طلب منا أن نحدد الحرف الذي ينتهي به كل بيت، وأحدد الحرف الذي قبله. نأتي إلى قافية الأبيات، يعني آخر الحروف التي انتهت بها هذه الأبيات. نلاحظ أنها انتهت بنون مكسورة، ني 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 ني، يعني الحرف الذي انتهت به هذه الأبيات هو حرف النون. والحرف الذي قبله، هنا لدينا حرف الياء، الياء الياء أيضا، وحرف الألف وحرف الياء. وبهذا يكون أعزائي التلاميذ درسنا لهذا اليوم بلغ نهايته. إلى الملتقى إن شاء الله.